القهوة دي بقى طلعت في السيما. فيلم سلطان. فيلم سلطان. احكي لنا بقى على أيام تصوير الفيلم. ما أنا كنت صغيرة. ومال؟ اتعملت هنا. بابا كان قاعد على القهوة حلب الكرسي ده. وعملوا الفيلم هنا وبيع جرجير وبيع فجر. والبيت اللي جنبنا طلعوا فيه عاملين اللي هم قاعدين فيه. ده كان الفيلم. تفتكري حاجة من فريد أستاذ فريد شوقي، من أستاذ رشدي أباظة، تفتكري أي مواقف ليهم هنا؟ هما جم قعدوا هنا وقعدوا وشربوا شاي وكله. وستي قولي معايا بلانتي عبد الحميد. ايوه. كله جه هنا قعدوا هنا وشربوا شاي وكله. واتكلموا معانا وضحكوا. وانا بقول لك كنت صغيره بس يعني برضه في ذاكره طبعا حلوة. ما شاء الله. يعني كانوا حلوين يعني الصراحه. طب فيفي عبده كانت بتيجي لمنظر حد السنه اللي قبل. الست فيفي عبده كانت بتيجي تلم سنه فيسه وتيجي تسلم علينا واحد واحد. الله. وتشوفنا وتكلمنا بالطبيعه. ده هي ست بنت بلد من وعمر. من غير مكياج، من غير حاجه، بالعبايه ومش هقول لك لابسه ولا عامله. لا بالعبايه لمظه عاديه جدا وتسلم علينا واحد واحد. صراحه. يا بلالايكه هات لي اثنين شاي يا بابا. هات لي طيب. لحبيبتي الكل. يا حبيبتي ربنا يسعدك. انا مش عايز اختم معاكي بس انا عايز اسالك على اخر. تسلم ايدك كتر خيرك. اتفضلي يا ست الكل. كتر خيرك. حطي السكر اللي انت عايزاه. حاضر. لو قلت لك تقولي كلمتين لبناتنا في البيوت، نصيحة أم. أقول لهم حافظوا على نفسيكوا ولازم تكونوا خايفين على نفسيكوا وعلى صحتكوا وعلى شبابكوا وسمعتكوا وشرفكم. لازم أقول لهم عشان خاطر ربنا حافظوا على نفسيكوا وعلى أهاليكم. تمام. عشان الكرامة تبقى طول عمركم عايشين بيها. صح، لأن البنت هي سفيرة لأهلها. بالظبط. وحضرتك خير نموذج من أهالينا. الله يسلمك. نورتينا في أهالينا يا ست نفيسة. نورتينا وشرفتينا. يا حبيبي. كلهم كده نورونا بالصلاة على النبي. يا حبيبي. بالصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. إيه رأيكم وبعد كده ما نشوفكم عند النبي؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوفكم كده عند الرسول وربنا يديكم ويوعدكم كده بالحجة. والحاجة الحلوة. وكل خير وكل خير وكل خير. ربنا يرضيك يا ست نفيسة. وأشوفك كده وتشربي الشاي كده يا ماما. رزقك كده الشربات يا رب. ربنا يرضيك. وأنا سعيدة قوي إن أنا شفتك صراحة. يعني صراحة ربنا يخليكي. نشرب بقى أحلى كوباية شاي.